يعني مطلق عجيب غريب. راح نكمل الفيديو إذا ما عندكم أي تعقيب. عندي تعقيب بس نينوس، هي بالبداية أول ما ضربت قالت الأطفال يقتلون ويذبحون، ضربت بالإسلام طبعا، وهي تناست أنه الإسلام هم نفس الإله الذي تعبده هي واليهود، يتبعون نفس الإله الذي هو عهد القديم يهوه. وإليك بعض آيات للمسيح لنرى من أين جاء فكرة محمد عندما يقولون عنه إن الله مكار والله خير الماكرين، سنراها في طبعا رمية الأصحاح 4:10. فقلت آه يا سيد الرب حقا إنك خداع. خداع ماذا تعني خداع؟ خادعت هذا الشعب وأورشليم قائلا يكون لكم سلاما وقد بلغ السيف النفس. الخداع هو المكار والمكار هو الخداع. لا تقولي بأنه كان محمد أو غير محمد، كلكم على نفس الطريق تسيرون. نعم فضل نيناس. فكانوا السحرة يحولوا العصي لأفاعي، فكان المفروض أنه موسى يقدر يعمل نفسهم ولكن بطريقة أضخم وأكبر، ويحول عصايته لأفعى كبيرة تبتلي أفعيهم لحتى يقولهم شوفوا أنا بعبد رب الإله الأقوى. فهي القصص اللي انتم يمكن تشوفوها ميتافيزيقية بالكتاب، ولكن دليل ميتافيزيقية على دليل طبعا كيف الرب مشي مع الناس، وكيف الناس لغاية اليوم بالنسبة انه ربنا موجود بصلواتنا طبعا. شوف هي تقول يمكن تشوفوها ميتافيزيقية، لا مو ميتافيزيقية كيف تقول، لا عجيب غريب من قال هاي ميتافيزيقية، هاي حقيقة وحقيقة مطلقة وقاموا بتحويل. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على إنه مكتوب في الكتاب المقدس، هذا هو الدليل. طيب ما الفرق بين السحر والسحرة أنبياء فرعون وموسى؟ ما الفرق يعني؟ فقط الفرق هو إنه كاتب السيناريو كتب إنه عصى فرعون، حية فرعون أكلت الحياة الثانية، هذا يدل على إنه إله حقيقي. ناس يعني عجيبة غريبة، عجيبة غريبة. باستجابة الرب الإله لصلواتنا أمام الناس كلها بمجد الرب إلهكم، لما بيشوفوا إنه ربنا منجحك، منجح مسعاك، كل ما تصنعه ينجح، يقول الرب يبيد أعدائك من أمامك، بيحيك، بتلاقيهم عم يحيكوا لك ويكيدوا لك ورجع كيدون عليهم، بتلاقيهم قاعدين عم يفكروا كيف بدهم يهينوك ويذلوك، وإجا ضربات الذل والإهانة عليهم من هون. يعرفوا أنه أو إله قوي، إله قوي يعني. فلليوم نفس الطريقة بالأرضية يعني، إذا شفنا إله مثله أقوى يعني، هذا إله، ما كل الأديان تدعي نفس الشيء، إلهنا إله قوي وتدعي ترقع بنفس الطريقة. لماذا قتل؟ لأنه هم يعتقدون أنه إلهنا إله حي وإله قوي. طيب ليش ما نصدق الاثنين ونصدقك أنت؟ لحتى نحن نقدر نشوف ونعبد الرب الإله، وغيرنا يقدر يشوف لو استمر بعبادته الخاطئة، ولكن بيقدر بيقول لك أنه إله هدول الجماعة إله حي، إله حي. الإله الذي يقتل أكثر هو إله حي، سمعتوا؟ يعني أكثر الآلهة الذي يقتل هذا إله حي. فكم مرة وجه له فرعون استقلبه وظل استمر بإذلال شعب مصر، فطبيعي يكون عليه بيقول له أنه أنت لا، ماذا شعب مصر؟ هو أعطيناك عدة إثباتات، ما أطلقت بكري، بني إسرائيل هن بكري، أنت ما أطلقت بكري فبأخذ بكرك. فاليوم الشعوب والملوك اللي وردت تعدوا على الرب الإله، تعدوا يعني تعدوا وسخروا وكأنه إله غير موجود. فلما يعني القصة ما فيها، إذا ربنا ما بده يرد بنفس الطريقة اللي عم يعامل فيها شعبه، ما بيكون رب قادر. طيب أنا والله هاي السيدة راح تسويني جلطة مستفزة. يعني إذا كان هناك شعب مجرم فسوف أقابله بنفس الإجرام. يعني لنفترض صوتي مسموع؟ نعم نعم. طيب لنفترض إنه داعش يقوم بقتل وذبح الناس، لنفترض، فالطريقة الوحيدة من أي دولة
كانت يعني لنفترض في أوروبا جاءت جماعة تذبح الأطفال وإلى آخره، ماذا تفعل هذه الدولة؟ الدولة المتطورة المتقدمة تقوم بنفس العمل، يعني تمسك هؤلاء المجرمين وتقوم بذبحهم، هذه عدالة بالنسبة لها. يعني إذا اليوم أي دولة متطورة في أوروبا لا تفعل هكذا شيء، فما بالك بإله؟ هذا إله، إله يا سيدة، إله أنت تتكلمين عن إله مطلق المحبة. بيكون إله قوي، بيكون إله ضعيف، لا يصلح للعبادة، لا يصلح. خلينا نروح أيضا على خروج شعب مصر، شعب الله من مصر، بالإصحاح 23 الآية 20 بيقول الرب لشعبه: ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته، احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه عن الملاك الكلام، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه، ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به أعادي أعدائك وأضايق مضايقيك. هذا الشيء اللي قلته قبل شوي، هي العدالة المطلقة. أنا حاطط لك ملاك يمشي معك قدامك على الطريق، هذا الملاك ما بيرحم، ما بيرحم عند الخطأ والإساءة. أنت إنسان بتجدف على اسم الرب، كيف بدك تنال بركات؟ تجيب بتقول شوفوا لو في الله ما مات ابني، انت بتجدف على الله، ليش لما بيموت ابنك جاي ترمي الاصنام وكأنك انسان بتصوم وبتصلي وبتتعبد له كل عمرك؟ فهي من القصص ايضا اللي بيقولوا على الله هاتوا اعطونا، ليش الله بيسمح بطياره توقع فيها اطفال؟ انت دخلت بحياه الناس عيله عيله وشفت خطاياهم وشفت اذا هن اساسا بيعبدوا الله، ما ليكونوا بيعبدوا الله وقتا نجي نحن منلوم الرب الاله اذا سمح بهيك مصاري بتكون فيها، بس عايش حياتك. انا ملحد ولاديني ماتشي اسمه الله. دقيقه منو عنده تعقيب على هذا الكلام؟ والله بس نينوس عندي تعقيب واحد. تفضل. يعني هاي السيده فعلا يعني يا اما مع احتراماتي لشخصيتها عندها انفصام شخصي، تقول ان الاله القوي لابد ان يعبد، فما بالك انه يسوع كان ضعيفا، الا يستحق العباده؟ ضربتي بالمسيحيه باساس المسيحيه وضربتي بيه ونفسه، من أي إله أنت؟ لا نعلم. تفضل يا نصر. شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. هي شنو قالت قبل شوية؟ قالت أنه إذا طيارة وقعت وفيها أطفال لا تعتب على الله، لأنه هؤلاء الناس بحسب كلامها كلهم كانوا أشرار لم يكونوا يعبدوا الله، كأنه يعني هي مغالطة يعني منطقية عجيبة غريبة، عجيبة غريبة. يعني في صوت عندي، ويعني وكأنه هي كانت تعرف أنهم كانوا لا يعبدون الله، وحتى لو كان هذا الكلام صحيح يعني كان طيب. في أنا بعرف ناس كانوا يعبدون الله نفس إلهك وماتوا أطفال، ماتوا، ما هو تبريرك لهذا الكلام؟ طيب وأنت كيف عرفتي أنه الطيارة اللي وقعت كلهم ما كانوا يعبدون هذا الإله تبعك؟ يعني مغالطة رجل القش، يعني تبني شغلة وبعدين هي تهدمها بنفسها. يعني ناس بس بالمطارات هم راح يشوفون جوازك يقول لك انت مسيحي لو مسلم لو لا ديني، هي كان ديني موجودة، هي تعرف ربك راح يقول لك لا ديني، لازم الطيارة راح توقع. من ورايح أي واحد يصعد بالطيارة لازم يشوف إذا أكو واحد لا ديني معه مشان لا توقع الطيارة، لأن ما يجي خزام تعرف إذا الطيارة وقعت يعني معناتها هؤلاء الناس كلهم لم يكونوا يعبدوا يهوى هذا الإله المجرم. هي يعني عجيب عجيب عجيب. راح نستمر بالفيديو. تفضل. صوت واضح عزيزي نينوس. نعم تفضل. فقط أريد أن أذكر الأخت ماجي خزام في بعض الأحيان عندما تتحدث فإنها لا تعرف بما تقوله الآن
يضرب في صميم الإنجيل كذلك عندما تقول بأن الله يقول لإسرائيل بأنه ابني البكر. صحيح بأن الله قال هذا الكلام. ألا تعرفين عزيزتي ماجي بأنك تضربين في صميم الإنجيل تحت حجة نبوة من مصر ناديت ابني عندما ذكرها إنجيل متى؟ هل تعرفين وتتشبثون بهوشع؟ ألا تعرفين بأن هوشع هو كان يردد ما قيل في سفر الخروج 4 بأنه كان يقصد شعب إسرائيل ولا يقصد المسيح أو يسوع الناصري؟ لأن إذا قرأنا في سفر الخروج 4 عزيزتي في العدد 22 ماذا يقول الله لفرعون؟ فيقول ماذا يقول الله لموسى؟ فيقول الله لموسى فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر. وهنا يقصد الله بأن إسرائيل هم أبناءه البكر وليس يسوع الناصري عزيزتي. لأن عندما توافقين بهذا الكلام بأن إسرائيل هو ابنه البكر في أنت في نفس الوقت تبرهنين بأن ما قاله متى في إنجيله فهو هذه النبوءة نبوءة كاذبة أو فسرها متى حسب هواه. لأن الله كان يقصد بني إسرائيل وليس يسوع الناصري عزيزتي. مشكلتك عزيزتي عندما تدافعين عن العهد القديم فإنك لا من حيث لا تعرفين فإنك تضربين في نصوص الإنجيل كذلك في تعاليم الإنجيل في النبوءات المذكورة في الأناجيل. على سبيل المثال هذا من مصر ناديت ابني فهنا أنت تؤكدين بأن المقصود هنا بني إسرائيل وليس يسوع الناصري. فلا أعرف كيف ستبررين بهذا، لا أعرف هل هو سقطة منك أو خطأ منك لا أعرف من هو، لكن أنت قلتي الحقيقة. سقطة معوض سقطة هي من حيث لا تعرفين عزيزتي. أنت الآن تعترفين بأن نبوة متى فهي نبوة خاطئة. تفضل عزيزي نينوس. طيب أنا بالنسبة راح تعقيبا على هذا الكلام اللي قالتها هذه السيدة، هي قالت على نفس الموضوع اللي هؤلاء الأطفال الذين وقعت طيارتهم كانوا أشرار، فإذا بالتالي هذه الطيارة لن يحميها الرب، يعني إله هذه السيدة. طيب يعني معنى هذا الكلام إن الطفل حتى إذا كان رضيعاً سوف راح يطلع على والده، يعني يشبه والده. أنا راح أعطي دليل من الكتاب المقدس نفسه وراح أثبت لها بإدعاء الكتاب المقدس على إن الطفل لا يجب أن يكون مثل والده، وبإثبات من الكتاب المقدس راح نشوف هاي المرأة يعني عجيبة غريبة. سفر الملوك أنا راح أقرأ سفر الملوك الثاني إصحاح 21 وراح نروح على العدد 19. هنا ملك اسمه آمون، وطبعا اسم والده منسى. إذا نرجع لورا بس ما أريد أقرأ كل الإصحاح، منسى كان والد آمون، إنسان شرير، ملك شرير. راح نشوف آمون شلون طلع. آمون في العدد 19 يقول كان آمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنتين في أورشليم، واسم أمه مشلمة بنت حاروس من يضبع، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه. يعني منسى كان شرير وأيضا ابنه طلع شرير، يعني معناته كلام ماجي صحيح لحد هذه اللحظة. راح نشوف وفتنا في العدد 23-22 وترك الرب إله آبائه ولم يسلك في طريق الرب، وفتن عبيد آمون عليه فقتلوا الرب في بيته، فضرب كل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك آمون وملك شعب الأرض يوشيا ابنه عوضا عنه. منو إجا؟ إجا يوشيا ابن ملك آمون اللي كان شرير، قتله الرب. هو طبعا شغلته عملته يقتل. المهم قتل الرب آمون، منه جاب يوشيا ابنه. راح نشوف يوشيا اكيد راح يطلع شرير مثل جده ووالده.
في إصحاح 25 يقول: وبقية أمور آمون التي عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا، ودفن في قبره في بستان عزة، وملك يوشيا ابنه عوضا عنه. في إصحاح، نكمل إصحاح 22 راح نشوف يوشيا شنو سوى. إصحاح 22 سفر الملوك الثاني، إصحاح 22 العدد الأول: كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، في أورشليم، واسم أمه يديدة بنت عدايا من بصخة. ما أعرف يعني شنو الداعي تكتبون اسم أمه. المهم: وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في جميع طرق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. تفضلي ماجي. يا ماجي، هل قرأت هذا الإصحاح؟ أليس هذا الإصحاح يضرب في صميم كلامك؟ هل الطفل يجب أن يعني يكون مثل والده؟ بإدعاء من الكتاب المقدس، يوشيا كان رجلا صالحا، والده كان رجلا شريرا، جده كان رجلا شريرا. هاي تفضلي. مستفزة هذه السيدة. يلا نكمل. ولكن السؤال يبقى: هل يعاقب الأبناء بخطية الآباء؟ لا أعرف، هل تعرف هذا الشيء هي السيدة ماجيم؟ لا تعرف أنه لا يعاقب الأبناء بخطية الآباء؟ من هون مسموع؟ نعم نعم. إلهها إله قوي. فلليوم إن بكري أنت ما أطلقت بكري فباخذ الدين. بيقول الرب لشعبه: أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته، ولا تتمرد عليه عن الملاك الكلام. لأنه لا يصفح عن ذنوبكم. لأن اسمي فيه. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به، أعادي أعدائك وأضايق مضايقيك. هذا الشيء اللي قلته قبل شوي، هي العدالة المطلقة. أنا حاطت لك ملاك يمشي معك قدامك على الطريق. هذا الملاك ما بيرحم عند الخطأ والإساءة. أنت إنسان بتجدف على اسم الرب، كيف بدك تنال بركات؟ تجي بتقول شوفوا لو في الله ما مات ابني. انت بتجدف على الله، ليش لما بيموت ابنك جاي ترمي القصة على الله وكأنك انسان بتصوم وبتصلي وبتتعبد لإله كل عمرك؟ ما بيصير. فهي مالي هم بلتوا بيدهم وتكسروا أنصابهم. فالشعوب فسدت على الأرض بعد طوفان نوح. قطع الرب الإله عهد، ما بقى يرجع يبيد الأرض بطريقة تانية. بس ندم، ندم مع نوح، ندم سيدة ماغي. انت ما قارئ الكتاب بعدين ندم. فوقف عمل هاي الإبادة الكونية اللي صارت وقت نوح. ولكن شو صار بالمقابل؟ انه الشعوب اللي بتفسد الأرض، الشعوب اللي بتتعدى على رب الإله، الشعوب اللي بتعبد آلهة اللي بتتبع أولادهم ذبيحة مرضوها في النار لإله. إذا مرق الولد مرق، إذا حتى الولد أكل الولد استجاب طلبه، أو يفتح الولد يأكلهم بهذه الذبيحة على مرضوها. صوت غير واضح عزيزي بنوس، صوت غير واضح، غير واضح. نير صوت واضح الآن؟ قطع الرب الإله. الصوت واضح؟ نعم الآن أوضح. دقيقة دقيقة أرجع قليلا لأنه كان في صوت عندي. نعم صار. هل واضح الآن؟ بيكمل وبيقول: إن ملاكي يسير أمامك ويجئك الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحيويين واليبوسيين، فأبيدهم. لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. فالشعوب فسدت على الأرض بعد طوفان نوح. قطع الرب الإله عهد، ما بقى يرجع يبيد الأرض بطريقة تانية مثل الطريقة اللي عمل مع نوح، لأنه وجد الرب أنه الطبيعة الإنسانية طبيعة شريرة ورح يضلوا يغلطوا. ندم، ندم، ندم عزيزتي. وقف عمل هاي الإبادة الكونية اللي صارت وقت نوح. ولكن شو صار؟ شو صار؟ بالمقابل أنه الشعوب اللي بتفسد الأرض، الشعوب اللي بتتعدى على رب الإله، الشعوب اللي بتعبد آلهة أخرى، اللي بيقدموا أولادهم ذبيحة بمرؤوهم بالنار لإله النار. إذا مرق الولد مرق، إذا مرق الولد بيكون إله النار. أكل الولد واستجاب طلبهم، أو بيذبح أولادهم بيقطعوهم بيقدموهم ذبيحة على مذابح لآلهتهم. هذول شعوب حكما ربنا بده يبيدهم. طبعاً يبيدهم. بس دقيقة دقيقة، أنا لازم أعقب. دقيقة. وإلا كنا اليوم بنكون عايشين مع أكلين لحوم بشر. دقيقة. أنا يعني هي عم تقول إنه
الله أباد هؤلاء الشعوب الذين كانوا يعطون أولادهم ذبيحة لآلهتهم. طيب شو رأيك يا سيد دماغي إذا أنا جبت لك دليل قاطع من كتابك المقدس بأن الله نفسه قبل ذبيحة من اليهود؟ شنو رأيك يا آنسة؟ راح أجيب لك دليل، هذا كتاب مالتج وموجود. سفر القضاة إصحاح 11، لنقرأ هذا الإصحاح ماذا يقول يا سيد ماري. راح أفتح الإصحاح ونقرأ سوية دقيقة. سفر القضاة إصحاح 11 ونروح على العدد 29. طبعا هون أنا ما راح أقرأ كل، اللي يريد يقرأ الإصحاح كله خلي يقرأ، على مود يعرف شنو اللي صاير القضية قبلها، بس راح نشوف هل الله يهوى مسيح قبل ذبيحة بشرية أم لا. راح نشوف العدد 29 شنو يقول. فكان روح الرب، يعني روح الرب، كان روح الرب على منه؟ على يفتاح. فعبر جلعات ومنسى، وعبر مصفات جلعات، ومن مصفات جلعات عبر إلى بني عمون، ونذر. شنو سوى يفتاح؟ ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إني دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقا. روح الرب، انتبهوا، روح الرب اللي هو يسوع المسيح، روحه، روح يهوى، نزلت على يفتاح. شنو قال؟ قال راح أنطي نذر أي واحد يطلع من الباب إذا انتصرت بالحرب مع هذه القرية اللي هي المهم. شنو سوى؟ قال: ثم أتى يفتاح إلى مصفات إلى بيته. دقيقة نقرأ شنو قال. فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. ثم عبر يفتاح إلى بني عمون لمحاربتهم، فدفعهم الرب ليده. الرب يدفع طبعا، ليش ما يدفع؟ دفع الرب هؤلاء الأعداء إلى يده لكي يقتلهم. فضربهم من عروعير إلى مجيئك إلى منيت 20 مدينة وإلى أبل الكروم ضربة عظيمة جدا، فذل بني عمون أمام بني إسرائيل. ثم أتى يفتاح إلى مصفات إلى بيته، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص، وهي وحيدة لم يكن له ابن ولا ابن غيرها. وكان لما رآها إنه مزق ثيابه وقال: آه يا بنتي، قد أحزنتني حزنا وصرت بين مكتري لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له: يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فأفعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. ثم قالت لأبيها: ليفعل لي هذا الأمر، اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي. فقال: اذهبي وأرسلها إلى شهرين. فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال، وكان عند نهاية الشهرين إنها رجعت إلى أبيها، ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا، فصارت عادة في إسرائيل. شنو رأيك سيدة ماغي؟ يسوع المسيح قبل النذر محرقة إنسانية أم لا؟ يا هذه نصابة فكريا، نصابة محتالة فكريا. إذا أكو أي تعقيب على مود نروح للفيديو.
اكمل الفيديو عزيزي اكمل، لان من الواضح الفيديو طويل لكي لا نتأخر. الفيديو طويل وهذه كل كلمة لازم نوقف عنها بصراحة. فاليوم راح نتعب المشاهدين، ولمن يريد أن يتفرج على الفيديو بعد ذلك سوف أقسمه إلى أقسام ونضعه في القناة على اليوتيوب لكي لا يكون مملا. نحن عايشين أساسا كمان منتابع، وشو إله ربنا بيقول له فقوا بيدهم. الرب الإله إله هو اللي بيبيد. يعني حتى الفكرة أنه رب الإله بعت شعب ليبيد شعب، هذا الفكر مغلوط جدا عن الكتاب المقدس. معظم حروب بني إسرائيل هلأ منشوفها مع بعض كان الرب الإله هو اللي عم يحارب عنه، هني ما بيحاربوا يا ساتر يا ساتر. أمامك وأزعي جميع الشعوب الذين تأتي عليهم. شوفوا يعني عم تناقض نفسه خلال دقيقتين. يعني قبل شوية طيب أنا راح أعطيكي أمثلة على السريع. طبعا أنا راح نشوف هل الله كان يعطي الناس. أنا قبل شوية قريت لك سفر القضاة 11، الله أعطى أعدائه ليده، دفعه ليده، يعني يعطي الأعداء ليد اليهود لكي يقتلونهم. يعني يستعمل اليهود أداة لقتل الناس، يحرض اليهود، يعلمهم على القتل. وأنت تقولين لم يعني هاي عجيبة مستفزة. اللي يريد من هذه الأمثلة طبعا موجودة كثيرة، وأنا قبل شوية أعطيت مثال والأمثلة كثيرة. طبعا موجود سفر القضاة 1 العدد 3-4، بأمر من الرب قتلوا 10,000 من الكنعانيين بأمر من الرب بحد السيف، وأحرقوا المدينة وقطع الأيادي بأمر من الرب. يا ماري بأمر من الرب، الرب يدفع الأعداء إلى أيدي يهود ويحرضهم على القتل. يشوع 8 أنت راح تقري بعدين، يشوع 6، قضاة 9، كل هذه أرسل الرب روح رديئة على أبي مالك وأهل. عجيب. وأعطيك جميع أعدائك مدبرين، وأرسل أمامك الزنابير فتطرد الحيويين والكنعانيين والحتيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لألا تصير الأرض خربة. فهي طريقة من الطرق لألا الرب الإله لبني إسرائيل كيف رح يطرد الأمم.